السلام عليكم. شكرا للمنابر الإعلامية اللي كتواكبنا في جميع المحافل، الحمد لله، وهذا شرف لي أنني أكون معكم اليوم. أسئلة الخوت، أسئلة شرف. واش كاين شي سكيت جاي ان شاء الله مع دريويتشي؟ ضروري ضروري كنوجدوا واحد الحاجه، وجدنا واحد البروغرام اللي حنا ما في الكونفيرمو ما ريحناش، وجدنا واحد سبيكتاكل على الطريقه الامريكيه اللي غتكون شي حاجه جديده ان شاء الله في البلاد. يلا كنقادوا فيها، دونك راه في الانجاز الاخير دابا الحمد لله. واش ما كنتيش ما الستاند اب، واش ما كنتيش كتشوف انك انت اللي كتستحق اللقب ديال ستاند اب داك العام؟ بون، اللقب ديال ستاند اب داك العام، وانا كنحترم بان الراي ديال الجمهور، يقدر الناس نبان لهم انا هو مو ستاند اب، مي انا كنحترم الراي ديال الجمهور حيت كانت صويت، ويقدر شي حاجه شافها الجمهور في التلفازه اللي ما بانتش لي انا. وانا بالعكس نفعني ستاند اب بزاف، انني وسعت القاعده الجماهيريه ديالي والحمد لله، وعرفت الناس على هذا الفن ديال لافونتريلوكي، كون اول عربي تقريبا اول مغربي كيلعبوا في ليمور، حيت كاينين الناس اخرين كيلعبوا في بزاف ديال الحوايج، مي انا ركزت في ليمور والحمد لله، ولقى اقبال عند الجماهير المغربيه. شرف، واش كاين الجديد عندك في رمضان؟ كاين الجديد غيبقى سيربريز مع واحد البواط برودكسيون اللي انا كنحتارمو، كيساعد الشباب، وغتكون شي حاجه جديده اللي غتعجب الجمهور المغربي. مرحبا. الجديد ديال ايموراجي اللي بان لك اليوم عظيم؟ بالعكس، عجبني الكونسيبت اليوم ديال ايموراجي ديال بوزار، فهمتي، وجيت نشوف الاصدقاء ديالي اللي غيدوزو هنا بسكيتشات، وانا زعما فهمتي اي واحد كيتمنى انه يخدم مع هنا في ايموراجي، تبارك الله دراري متمكنين وفي المستوى. كاين الجديد ديال ايموراجي في رمضان واش ما تكونش معاهم؟ حلم ديال اي ايموريست انه يخدم مع ايموراجي، علاش؟ فيها دراري تبارك الله، دراري واصلين، دراري عندهم وزن ثقيل في الكوميديا المغربيه، ومن هذا المنبر كنبغي نقول لهم الله يسهل عليهم، هما اصدقاء ديالي وخوتي. كلمه في حق طاليس، ما يقدرش يوزنوا اي ميزان، داك السيد اللي بغيت يوزنوا خصك ميزان ديال الذهب، حيت ملي تمد يد عون انك الدراري وهذه، دونك هذا فهمتي، دونك خصنا بحال هاد الناس هادو في المغرب الحمد لله.